أيام الاثنين وخير الجميع نزلوا على الفيس باقي محاضرة واحدة دلوقتي يوم الثلاث هنحاول نركز وناخد أكبر جزء ممكن النهاردة بنظام وبهدوء وبدون تكييف لكن بتركيز منكم حاولوا تركزوا كويس قوي عشان ما نجيش بعد الثلاث محاضرات أخرى إلا لو أنتوا عايزين مراجعة أو شيء آخر لكن إن شاء الله السيستم هيخلص على يوم الثلاث إن شاء الله. لو انتوا فاكرين لما انا اتكلمت قبل كده عن الكارديو فاسكولار سيستم قلت ان من اول اللفت فينتريكل الاورطة والبرانشز اللي فيها من ارتريز وارتريولز ثم كابيلز سوبر فينيولز فينز مين فينز رايت اتريم رايت فينتريكل لانج ثم صوب اللفت دي سيركيليشن الرسمة اللي انا حطيتها عشان تشرح ان فيه هي سايكل تمام وفاكرين قلنا انه من اول الحته دي لغايه هنا في ارتيريال بلاد بريشر فاكرين الكلام والارتيريال بلاد بريشر سببه ان اللفت فينتريكل في بامب بلاد في المنطقه دي وعندنا الحته دي عباره عن سيمي كلوزد ارتريولز ارتريولز ضيقه عامله زي السيمي كلوزد تابس اللي في بيوتكم تمام بحيث ان دايما في بلاد بامب كتير اند ات از اندر بريشر بس البايبس اللي عندكم في البيوت ار هارد اند ريجيد لكن البايبس دي المواسير دي ار الاستيك فبالتالي البلاد اللي بيخش فيها مع البامبنج بيزودها ديستنشن لكن هي من الاصل فيها حبه فلويد او بلاد عامل لها ديستنشن معينه فالديستنشن اللي معانا دي هي اللي مخليها عند البريشر هناك لور ليميت في الاورطه وبعدين مع البامبنج والسول بيعلى ثم يوطى تاني لغايه ما يجي كميه كبيره. بعد كده عندنا الكابيلاريز ثم الفينيولز فينز لغايه ما يصب تاني. وقلنا الكلام ده وبقوله تاني ان البلاد بيمشي من هنا لهنا عشان في فرق في الديفرنس ان بريشر من المين برانش او المين اورطة اللي بيوصل للباقي للفيريوس برانشز لغايه هنا بالبريشر ديفرنس من البريشر جريدينت ثم يسير تاني في الكابيلاري من هنا لغايه هنا نتيجه ان هنا اعلى من هنا ومن هنا اعلى من هنا ومن هنا اعلى من هنا وهكذا يبقى اللوست بريشر يعتبر في السيركيليشن دي لان ده بيبمب هنا يبقى اللوست بريشر اللي بيوصله لغايه هنا هو الرايت اتريال بريشر او حته بيطلعه واضح الكلام وتفضل السيركيليشن ماشيه المين جنريتنج باور هي اللفت فينتريكل اللي بيصبها عشان تمشي لغايه هنا وبعدين ترجع تاني الرايت فينتريكل تصبها في اللانج عشان ترجع تمشي وهكذا نقطه معينه عايز اقولها كده تاني بسرعه فاكر ان قلت لكم ان كل بيوتكم لا يمكن تتفتح حنفياتها في وقت واحد لان لو فتحت كلها ولا واحد يوصل له نقطه ميه التجربة دي موجودة في البادي الكابيلاريز اللي هنا الارتريولز بتدي للكابيلاريز في أي وقت 10% من الكابيلاريز بس ل 15% هما اللي مفتوحين والبلاد بيعدي فيهم والباقيين مقفولين واحد يقول لي يعني ايه؟ يعني 15% عايشين او لا؟ زي البيوت ده بيقفل وده بيفتح ده بيقفل وده بيفتح ان سو اون كل واحد عايش في وقت فنفس الكلام في الكابيلاريز ده بيقفل وده بيفتح اولترنيتنج انت تكتبي حبه تيسو شغاله في وقت معين حبه تيسو اقل في وقت تاني ام سو اون فالتيسوز اللي فيري لو ان اكتيفيتي 10% فاتحين اللي هاي ان اكتيفيتي يبقى 15 او 20% ويرجع حتى في كل حته ال 10% اللي في التيسو المعين 10 دلوقتي فاتحين و 90% قافلين بعد كده 10 غيرهم يفتحوا ودول يقفلوا 10% يفتحوا بنسميها اولترنيشن اوف اكتيفيتي واضح؟ فمعناها ان فعلا الحته دي فيها 10% 15% اقصاها 20% في كثير من الاحيان الظروف طبيعيه ما بيزيدش عن كده. واضح الكلام؟ وهذا الكلام اللي ماشي هو اللي مسؤول عن ان انت تتخيل ان البلاد ماشي في السيركيليشن بكده. في بامبنج، في جنريشن اوف بريشر،
سيمي كلوز ده مخليها لي ده عالي عن غيره، لكن حتى لما بيبتدي هنا يمشي بيمشي كده، هنا اعلى من هنا اعلى من هنا اعلى من هنا، كل ماده كل نقطه اقل من اللي قبلها لغايه ما نوصل هنا the lowest pressure in the right hand. خلاص والسيركيليشن شغال على كده وطول الوقت ماشيه بالسيستم ده. طب تعالوا عشان نشوف الكلام ده مظبوط ولا لا، تعالوا نعمل تجربه بسيطه جدا ونشوف نتيجتها. لو احنا جينا لظروف ما في انيمال وقفنا الهارت بتاعه للحظات وخليناه عايش ببامب خارجيه تدي له اوكسجين للبلاد وبس، لكن السيركيليشن كبامب وقفناها. لو احنا وقفناها ده اللي هيحصل، اللي هيحصل بالظبط ان البامب اللي كانت هنا اللي بتزق هتبطل تزق، بطل تبامب مش كده؟ ويبقى بعد ما كان البريشر هنا عالي هيقل مع الوقت والبلاد يتوزع بحيث ان بعد شويه تلاقي البريشر قد هنا قد هنا قد هنا قد هنا قد هنا لما البلاد يقف، لان مفيش حاجه بتزق ومفيش حاجه بتمشي، مفيش سيركيليشن خالص. فلما نوصل لذات بوينت في فيو مينتس if you stop this pumping and this pumping بشكل تدريجي، او لو حصلت بالصدفه انه في اثناء عمليه على هيومن هارت القلب وقف زي ما قلت لكم للحظه، العلماء يقول لك ايه، طب ما نقيس البريشر دلوقتي كام في اللحظه دي، تمام، يقيسه. فسواء في الانيمال او الهيومن اللي بالصدفه حصلت فيه وقسنا البريشر، نلاقي البريشر بما ان السيركيليشن دي ما عادش في حاجه بتزق فهتتوقف السيركيليشن تماما، ولما تتوقف يبقى البريشر ما عادش فيه حاجه بتزق، يبقى البريشر هنا بعد شويه بعد شويه اللي عالي يوطى واللي واطي هنا يعلى شويه نتيجه ان البلاد زائد كده بحيث ان السيركيليشن وقف. تقف خالص. لما تقف خالص الحاله دي عباره عن حاجه بنسميها ذا مين سيستميك فيلينج بريشر. يعني ايه مين سيستميك فيلينج بريشر؟ يعني لو تخيلت ان السيركيليشن دي وقفت البامبنج اكشن بتاعتها، وقفت البريشر في الوقت اللي فيه البامبنج اكشن والسيركيليشن از رانينج اند اول ثينجز ستوب كومبليتلي، لو تخيلت ان ده حصل وقفت البريشر هنا هلاقيه قد هنا قد هنا قد هنا قد هنا في اي حته لان مفيش سيركيليشن بتزق، والبريشر الجديد ده بنسميه ذا مين سيستميك فيلينج بريشر. يختصر الى كلمه MSFP مين سيستميك فيلينج بريشر، يعني دي ظروف خاصه مش كده ولا ايه؟ هذه الظروف الخاصه ليه في بريشر؟ لان انتوا لازم تتخيلوا نمره واحد ان في بلاد مالي السيستم ده، نمره واحد. نمره اثنين عندي الفاسكولار سيستم ده اهو ليه فوليوم مش كده ولا ايه؟ ولا انابيب ما لهاش حجم؟ انابيب لها حجم من جوه ليها فوليوم. ربنا خلق لنا من الاول البلاد فوليوم ده مالي الفاسكولار سيستم شويه، معناها انه طول الوقت في بريشر ما بين الاثنين حاصل، ده بيضغط على ده وده بيضغط على ده الاثنين، بس ده بريشر غير الارتيريال. الارتيريال كان من هنا لهنا وكان مصدره البامب بتاع الاورت، لكن دلوقتي لما نوقف السيركيليشن يبقى في بريشر في المتوسط اسمه ده مين. مين يعني افريج، مين سيستميك يعني كل سيستميك سيركيليشن، فيلينج يعني اللي بيملاه مش بيبامب ولا بيزق. مين سيستميك فيلينج بريشر، وده عباره عن علاقه ما بين البلاد فوليوم والفاسكولار سيستم، ربنا خلقها لنا بحيث ان الفوليوم اكتر شويه من الفاسكولار سيستم. وايه اللي خلاها اكتر من الفاسكولار سيستم؟ عشان كل الكابيلرز مش مفتوحه 10% بس اللي مفتوحين، لا كان كله بريشر ينزل للصفر سواء ديورنج اكتيفيتي او ديورنج نو اكتيفيتي، مش كل الكابيلرز. وبرده الفوليوم اكتر من الفاسكولار سيستم، فبيخلق لي حاجه اسمها ذا مين سيستميك فيلينج بريشر. يعني بمعنى اخر المين سيستميك فيلينج بريشر ده نستنتج منه ان لو جه لسبب من الاسباب، احنا ربنا خلق لنا الفوليوم ده اكتر من ده بشويه وعايشين عليه، لكن لو لسبب ما وتحت ظروف خاصه واحد البلاك فوليوم بتاعه زاد، بيجي واحد في يوم من الايام تمام فقد نص لتر ويقوم يدوله لتر، واحد في يوم من الايام كل حاجات مالحه جدا راح شارب ميه كتير من العصر، هيروح فين ده كله مؤقتا؟ هيخش السيركليشن، هيملى البلاد فوليوم ولا لا؟ يبقى مؤقتا البلاد فوليوم هيزيد، صح؟ يبقى البلاد فوليوم هيزيد ده اهو،
يبقى بالطريقه دي الفاسكولار سيستم هو هو، لكن البلاد فوليوم ده هيأثر على السيستم فلينج بريشر ولا لا؟ هيأثر. يعني نتيجه ان البلاد فوليوم زاد صح، والعكس واحد جه في يوم فقط نص لتر دم، البلاد فوليوم نقص، لكن الفاسكولار سيستم السيستم اوف فيسل في حالته الطبيعيه يبقى هيحصل ايه؟ هينقص، لانه البلاد ما عادش مالي السيستم بنفس القدر 100 درجه اقل. يبقى اذا في علاقه ما بين الاثنين، والاثنين بيأثروا على السيستميك فيلينج بريشر، مش بس ان البلاد فوليوم، الفاسكولار سيستم نفسه نفرض في ظروف معينه خلت الفيسل دي جالها اوردر بالفازو كونستريكشن، يبقى البلاد هو هو، لكن الفاسكولار سيستم نقص نتيجه الفاسكولار كونستريكشن، بيضغط على البلاد اكتر نتيجه اللوفازو يعني المين سيستميك فيلينج بريشر. يبقى اذا في علاقه بين الاثنين وبين المين سيستميك فيلينج بريشر. المين سيستميك فيلينج بريشر ده هو بالظبط اللي احنا نعتبره كما لو انه المنطقه دي من اول هنا لغايه هنا، سيبك من ده اللي تحت ضغط عالي من الاول، لو انا بس البلاب اللي موجود هنا في الحته دي قسته وشفته بالنسبه للفاسكولار سيستم، هو ده البريشر اللي ليه علاقه بالبلاد وبالفاسكولار سيستم، اي زياده او نقص ياثر فيه. طب السؤال بقى، لما يكون ده دلوقتي هو ده البريشر المين سيستميك اللي من غير بامبنج، مش كده؟ لما يحصل بامبنج بقى، لما تبتدي الدوره تشتغل، مش هنسحب بلاد ونزقه يعلى هنا، يبقى يبتدي يعلى هنا، يعلى يعلى يزقه، وهنا يرجع للنقطه الواطيه الاول صح، اللي هي اوطى نقطه عشان السيركيليشن تمشي. يبقى دلوقتي عندي في مين سيستميك فيلينج بريشر لو الظروف غير طبيعيه وحصل تمام، والبلاد مالي الحته دي بنسميه مين سيستميك فيلينج بريشر، والرايت اترال بريشر كنقطه اوطى، هو ده الفرق ما بين الاثنين، هو ده الفرق ما بين الاثنين اللي بيخلي البلاد ماشي من هنا لهنا، لانه البامبنج والشد ده بيخلي ده قليل، وبيخلي ده من الاول فيه فوليوم اوف فلويد اكتر من الفاسكولار سيستم نفسه في الحته دي، فبالطريقه دي الفرق ما بين الاثنين دول ما بين المين سيستميك فيلينج بريشر هو والرايت اترال بريشر كاوطى حته، هو ده اللي مسؤول عن انه بيساعدني ان طول الوقت في بلاد عاوز يرجع من السيستم ده هو لهنا. لو ما كانش السيستم ده ليه بريشر معين كان البلاد مش بسهوله يجي نهايه. اقول لكم مثلا الرايت اترال بريشر بطبيعته واحد اثنين ناقص، ها رقم قليل قوي، ثلاثه اربعه بالارقام اللي هي صغيره جدا. المين سيستميك فيلينج بريشر لو هو ده واحد اثنين وده ثلاثة أربعة، يبقى كأن اللي بيخلي البلاد يمشي من المنطقة دي هنا إنه في فرق ما بين المين سيستميك فيلينج بريشر والرايت اترال بريشر. إيه اللي خلى المين سيستميك فيلينج بريشر ثلاثة أربعة؟ لأنه البلاد اللي ماليه والفيسلز اللي فيه تحت شد، فبيخلي البلاد يمشي من هنا لللو بريشر الحتة دي. صح؟ وده نتيجة انه الفيسلز والبلاد في علاقة بينهم. لو لأي سبب حصل ان البلاد فوليوم زاد، يبقى كأن الحتة دي ديستندد والرايت اترال بريشر قليل، يبقى كأن البلاد عاوز يرجع أكتر. لو لأي سبب البلاد فوليوم والفيسلز العلاقة بينهم نقص، بحيث ان المين سيستميك فيلينج بريشر نقص، يبقى البلاد اللي بيتحرك من هنا لهنا مش زي الأول، مش زي من 5 6 ل 1 2، لا لما يبقى 3 4 ل 1 2 الفرق اصغر، يبقى البلاد بيرجع اقل. واضح؟ يبقى في علاقه واضحه ما بين كلمه مين سيستميك فيلينج بريشر، يعني وجود بلاد ووجود فيسل في السيركيوليشن في تحديد كميه البلاد اللي بيرجع للرايت اتريال. ودي علاقه علميه دقيقه جدا ودايما بيتكلموا عليها، واصعب حته انك تتخيلها الاول. ايه هو المين سيستميك فيلينج بريشر اللي بيتكلموا عليه دول؟ وايه العلاقه؟ تخيل ان المنطقه دي مشدوده فيسلز قصادها جواها بلاد ومشدودين، تتخيلها زي لما تقف سيركيليشن تتخيلها اسهل. واضح؟ ماشي يا شباب؟ طيب ننتقل الى نقطه ثانيه. دي اول نقطه فهمناها الاول، ان في عندي حاجه اسمها مين سيستميك فيلينج بريشر بيحدد العلاقه بين البلاد فوليوم والفاسكولار سيستم، وده مخليه مشدود شويه بحيث انه الشده دي شويه بتخلي فيه بريشر ديفرنس بينه وبين الرايت اتريال.
فبيخلي دايما البلاد عاوز يرجع للرايت اتريم، وكل ما الديستنشن دي تزيد يبقى البلاد عاوز يرجع اقل، الديستنشن دي تقل يبقى البلاد بيرجع بس ما بيرجعش بنفس القوه ونفس الكميه. واضح؟ اصبري لما يجي بعدها شويه عشان في حته مربوطه لسه، الحته التطبيقيه الجايه اللي بعدها. معلش كلكم فاكرين حاجه اسمها اومز لو. اومز لو ده يعني، اومز لو ده يعني انه القانون اللي بنطبقه في الكهرباء وفي الاسلاك وغيره، واي حته فيها فلو، الفلو يساوي الفلو ما بين دي وبين دي، يعني يساوي البريشر ديفرنس ما بين النقطه دي والنقطه دي على الريزيستنس بتاع السلك اللي فوق. ده كلام انتم فاكرينه من ايام الثانويه العامه ومن اعدادي. واضح يا شباب؟ ودايما احب اعبر عن التعبير ده، البريشر ده والبريشر ده، والبريشر ده والبريشر ده، يبقى الفلو الكرنت اللي ماشي يساوي بريشر جريدينت على ريزيستنس. ده مش كلام جديد، والبريشر جريدينت هو ده المين سيستميك فيلينج بريشر اند رايت اتر بريشر على ريزيستنس. واضح؟ يبقى الفلو، الفلو في الفاسكولار سيستم بعيدا عن الارتيريال سيستم اللي فيه بامب بتزقه، في الباقي لا يسير، لا يسير الا بالفرق ما بين المين سيستميك فيلينج بريشر والرايت اتر بريشر. وبالتالي لو قست ده على ده وطرحت ده من ده وهكذا، بتطلع كلمة فلو دي هي اللي بتساوي الفينس سيرف، صح؟ كمية البلاد اللي ماشية دي هي بالضبط بتساوي البلاد اللي راجع من السيستميك سيركيليشن للرايت اتريم، يبقى ده الفينس بلاد اللي راجع، مش كده ولا ايه؟ يبقى تساوي الفينس سيرف. جميل، لغاية دلوقتي ما اختلفناش. لكن في نقطة أهم بقى في السيركيليشن وهي الآتي، إن قيمتها ما بنحسبهاش بالمرة وان سايكل، بنحسبها بير مينت. الكميه دي بنحسبها لتر بير مينت في الدقيقه، ده يساوي قد كده في الدقيقه، ده يساوي قد ايه؟ هنعملها ونشوف. نمره واحد فلو هنحط بدالها فينس ريتيرن، مش كده؟ مش احنا قلنا فلو تساوي فينس ريتيرن؟ تساوي ايه؟ ركزوا معايا في كلمه تساوي دي قوي، عاملها فلاشنج اكتر مره. عارفين ايه بقى السر؟ انها تساوي كارديك اوت، تساوي كارديك. البلاد اللي بيجي للهارت هو بالظبط الكميه اللي الهارت بيزقها للسيركيليشن. لازم الدنيا تساوي. لو انت مشيت في اي حته في اي مدينه ويقول لك في مرور، يعني في سيركيليشن، يبقى لازم على طول كل حته ماشي فيها ورا بعضها، مفيش حته تتساب، مفيش حته تقف، مفيش حته يجي فيها اكتر من الثانيه، والا تقف السيركيليشن. هو ده اللي حاصل. البلاد اللي بيرجع للهارت بيساوي البلاد اللي خارج الهارت طول الوقت. لو لاي سبب تزال او ده نقص عنه، السيركيليشن انتفى، بقت نون فانكشننج، بقت نون فانكشننج، كان السيركيليشن مش شغال، سواء زادت او نقص، تزال او ده نقص. لازم في اي لحظات، اي لحظه يزيد ده او ينقص ده، لازم بعد شويه يعوضوا بعض بحيث ان الاثنين يبقوا دايما متساويين. يعني كميه البلاد الفينس اللي جايه للهارت لازم تساوي كميه الارتيريال اللي رايحه للبلاد. بشبهها بموظف قاعد على مكتب كل يوم بيجي له عدد من الدوسيهات تروح يخلصها، مطلوب منه ان كل يوم اللي يجي له يخلصه، لو في يوم ما بيخلصش هيتكون عنه، صح؟ نفس الكلام. يبقى هو ده الهارت، عشان السيركيليشن تشتغل، عشان العمل ما بين الموظفين يصير، مفيش واحد يقف في النص، لازم كلهم يبقوا شغالين عشان الدايره تبقى شغاله. واضحه؟ ف فينس ريتيرن ايكوال كارديك اوت. تمام، يبقى دي اول نتيجه هنستنتجها من الكلام اللي فات بعد ما وصلنا للتخيل بتاع الموضوع. تعالوا نروح ونشوف بقى لو احنا عايزين نقيس، ونقيس فينس ريتيرن ونقيس كارديك اوت، بنعمل تجربه في الانيمالز الاول. بنجيب بواكر كده كاليبريتد ونبتدي نقصها، ونجيب ساعة ونقول دلوقتي في أول دقيقة هنبتدي نقيس كمية البلاد اللي بتطلع في المرة ثم لعدة مرات عشان نشوف ده يساوي ده ولا لا. فنمرة واحد بنيجي الكارديك أوتبوت، احنا متخيلين ان هو يساوي ستروك فوليوم في هارت ريت. أظن كلكم فاكرين كلمة ستروك، ستروك المرة، المرة الواحدة دي اسمها ستروك، ستروك فوليوم، the volume of the stroke، لان stroke يعني ضربة، stroke volume يعني الفوليوم اللي بيطلع في المرة، في heart rate يعني في عدد المرات.
اللي منكم مش متخيلها كلكم عارفين ستروك فوليوم هو الفرق ما بين الريزيديوال فوليوم والانتاسوليك فوليوم. الحبه دول يبقى هم دول الكميه اللي بيبقوا بامب ستروك فوليوم. في هارت ريت يعني في عدد المرات في الدقيقه كل مره بيطلع قد ايه مش كده. يبقى حاصل ضرب ستروك فوليوم الواحد في عدد المرات في دقيقه هو ده يساوي الكاردياك اوتبوت. يعني بالظبط تخيلها ان احنا بنجمع بلاد في الدقيقه بنلاقيها بتملى في الاخر ها في الدقيقه طلعوا حوالي 5 لتر في الدقيقه طلعوا حوالي 5 لتر. كلام جميل جدا. انتوا مش عارفين ان البلاد فوليوم بتاعنا 5 لتر؟ طيب يعني معناها ان السيركيليشن بتاعتنا ربنا خالقها تلف في البلاد مره في الدقيقه يبتدي وينتهي يخرج يبتدي وينتهي يخرج حوالي البلاد كله بيلف مره في الدقيقه. Is circulating once per minute. The whole blood is circulating as if it is continually refreshed once per minute. واضح؟ بقى بالأرقام والمعادلات. تعالوا نشوف ده كلام بالمعادلات. Stroke volume 70 سنتي صح؟ The heart rate is about 72 beats per minute. يعني معناها تساوي 5 لتر و20 حوالي 5 لتر. بالحسابات كما وجدت عمليا. الجديد فيها واضحه ومفهومه ومتخيله وانه بالطريقه دي ايه اللي حصل ان الكارديك بيبمب البلاد وبيلففه مره في دقيقه معناها ان الفينس ريتيرن 5 لتر والكارديك اوتبوت 5 لتر لان الهارت بيبمب اللي بيجي له. واضح؟ فيبقى في توازن والسيركيليشن شغال يبقى فينس ريتيرن ايكوال تو كارديك ايه اللي بيحدد الفينس ريتيرن؟ اللي بيحدده مين سيستميك فيلينج بريشر صح؟ ناقص الرايت اتريال بريشر على الريزيستنس اللي موجوده بتاعه الفاسكولار سيستم اللي بيلف فيه البلا. وسهله جدا انها تتخيلها بالشكل ده. طيب احنا عرفنا بالطريقه دي ان في حاجه اسمها كارديو كاوت وحوالي كام؟ 5 لتر. وبنقول ان كل الناس فيها 5 لتر. بس خد بالك انه هذه ال 5 لتر ممكن تزيد وتنقص. واحد يقول لي يعني انت قصدك هنتكلم عن الديزيز؟ هقول لك لا انا ما اقصدش في الديزيز، اقصد انت نفسك نفس الشخص ممكن الخمسه لتر يزيدوا وينقصوا ما بين وقت والتاني، انما احنا بناخدها في المتوسط 5 لتر في الدقيقه. ليه؟ لان كل واحد مننا بيختلف عن التاني عن شخص والتاني في الايج بتاعه، في السكس بتاعه، في البودي بيلد، بقى التخين زي الرفيع، بقى العضلات زي اللي مش قادر. بقى الايدج الابل زي الطفل. بقى الميل اللي بيبقى فيه ماسلز اكتر من الفيميلز والفات هي عندها اكتر يبقى عندهم نفس الكارديو بوت. لا احنا بنتكلم عن افريج ان ذا مين بوبيليشن. لكن وما زال لو جيت عند واحد لقيت في سن صغير سن 10 11 سنه لقيته 3 لتر او مقارنه بالابل 5 لتر لا محتاج فيزيولوجيكال فاريشن نتيجه ان الايدج والسكت بيختلف، الفيميل تبقى اقل شويه، الميل يبقى اكتر شويه، تمام؟ اند سو اون، ويبقى البودي بيلت برضه حسب العضلات. ده اللي بنسميها ايه؟ انديفيدوال فاريشن. طيب واحد يقول لي طب انا خلاص انا اتولدت بالطول ده يبقى انا مفروض بالشكل ده والبودي بتاعي بالشكل ده اند سو اون؟ اقول له لا، انت نفسك ممكن تختلف الوقت للتاني. في حاجه اسمها فيسيولوجيكال ستيج فاريشن. اما تكون صاحي من النوم غير اخر اليوم، اما تكون قاعد غير نايم، بتجري غير واعي. واضح؟ يبقى اذا في كمان فيسيولوجيكال ستيت فاريشن. يبقى الكلام ده احنا بنتكلم على ديورنج ريست 5 لتر ديورنج ريست. لكن لو نمت ينقص، لو جريت يزيد وما يبقاش لا النقص ده مرضي ولا الزياده دي مرضيه، دي فيسيولوجيكال ستيت فاريشن. وبحب اركز على حتتين اكزرسايز وبريجننس. بيوصل في الاكزرسايز بدل ما انت عندك 5 لتر في الدقيقه، يعني لو الشخص ده 5 لتر الصبح 4 ونص يبقى على بالليل يبقى 5 افتر ميل ينقص شويه ويزيدوا ايموشنال ستيت منفعل يزيد شويه بوشر وهو نايم ينقص لو وقف يزيد او ينقص حسب رجليه مفروده ولا ها بتختلف. الكلام ده هتدرسوه بالتفصيل في سنه ثالثه. سليب بينقص لان انا مش محتاج كميه بلاد اب تيشوز ديورنج سليب زي الاكتيفيتي. لكن اكزرسايز اند بريجننسي ار سبيشال كونديشن ويتش ار ريجاردد از سبيشال كونديشن. اكزرسايز الكاردياك اوتبوت في الظروف العاديه قلنا 5 لتر، ممكن ديورنج اكزرسايز اكزرسايز في الظروف المختلفه يعني يبقى 10 يبقى 15 يبقى 20
فبعض الابطال يوصل ل 25 لتر حسب البودي بيلد والتريننج بتاعه. هل بقى نقدر نعتبر الناس العاديين بالنسبه للاكسرسايز مرضى؟ لا، ده النورمال ديورنج ريست وده النورمال ديورنج اكسرسايز. والبريجننس pregnancy is one of the most stressful conditions. الفيميل لو تقيس الكاردياك اوتبوت during pregnancy تلاقيه عالي 7 لتر 8 لتر، ويوصل في بعضهم لما يكون عندها توين او بلاسنتا كبيره وعندها اوفرلود اوف فلويد في البودي بتوصل ل 7 و8 و10 لتر في بعض. عشان كده بتبقى مجهده وتعبه. واضح يا شباب؟ طيب انا كده بتكلم جنرالي على الكاردياك اوتبوت، ولازم نعرف انه ان احنا لما بنقول خمسه يعني مش دايما خمسه، ده خمسه ده ديورنج ريست وخمسه في الافريج. واضح؟ عشان ما حدش يجي يقول طب لما بيزيد وين اصلا اعتبرها ايه؟ لا دي فاريشنز بقى حسب الكونديشن. طيب كلام جميل، احنا اتفقنا على ان الاماونت از اباوت 5 دي في الافريج مش كده ولا ايه؟ لكن في نقطه ثانيه وجد انها بالحساب تقدر تدقق الحسبه دي شويه وتخليها أكثر علمية من كده، بدل ما نقول 5 لتر للشخص، لا هنبتدي نحسب إلى بدل ما نقول للشخص، لا لكل متر من سطح الجسم بتاعه، لكل متر مربع من سطح الجسم. فلو كان شخص مثلا 5 لتر وكان السيرفيس أريا بتاعته حوالي 1.7 من 10، فإحنا هنحسبها لكل متر مربع منه قد إيه؟ هيطلعوا أقل من 5 لتر. وهنقارن بقى ما بين الناس، نلاقي ان يوجوالي معظم الناس تحت الظروف الطبيعيه لو قست بينهم وبين بعض ده وده تخين وده رفيع وده عالي الماسل فات عنده عاليه وواحد ثاني عنده الماسل بالك عنده عاليه غيره، هتلاقي دايما يوجوالي في علاقه انه بالنسبه للسيرفيس اريا تقريبا الناس مش مختلفين عن بعض كتير، لكن مختلفين لو قسوا بالنسبه لوزنه او طوله او عرضه، لكن لو بالنسبه للمتر المربع من السيرفيس اريا لو كانك قسمت على 1.7 من 10 النورمال وحسبتها بقى بدل 5 لتر الوزن 7 من 10 حسبتها المتر المربع تطلع حوالي 3 لتر، وده بيسموه لفظ جديد يسموه كاردياك اندكس. يبقى ما اسموش كاردياك اوتبوت، اسمه كاردياك اندكس، يعني كاردياك اوتبوت مش كلمه جنرال وانما ريليتد لل 1 متر سكوير سيرفيس اريا، وهو ده المقياس الاكثر دقه في ربط العلاقات بين الناس، بحيث ان نقدر نقول مفيش فرق بين الناس عند الكارديك اندكس. لو طلع فرق يبقى في ديزيز، واضح؟ لكن يوجوالي it is not different. كارديك اندكس يساوي كارديك اوتبوت على السيرفيس اريا اوف ذا بودي في الحاله اللي زي دي 5.23 اللي احنا حسبناهم قبل كده على 1.7 في المتوسط سيرفيس اريا يطلع 2.8 لتر بير سكوير متر سيرفيس اريا، وهو ده الرقم المحترم اللي بنعتبره ما بيختلفوش الناس فيه عن بعض، يطلع 2.7 2.6 مش فرق كبير. واضح؟ انت نفسك تبقى وانت قاعد 2.7 او 2.8 تنام يبقى 2.5، عرفنا الكارديك اندكس بتاعك الطبيعي كام؟ ويبقى لما بتنام هيل during exercise هيزيد and so on، بس الكارديك اندكس is more accurate than measuring the cardiac output as an output. كارديك اندكس هو الميجر العلمي اللي بنقيس على اساسه قد كده الهارت شغال. خلاص فهمنا الحته دي كويس؟ تعالوا ننتقل الى نقطه فيها تعقيد شويه لكن عايزها نفهمها. في حاجه اسمها الريت اوف بامبنج، عارفين يعني ايه الريت اوف بامبنج؟ يعني عدد المرات. في حاله ببقى 70، في حاله ببقى 80، حاله ببقى 100، 120. في فرق ولا مفيش؟ الهارت بيبمب بقوه لكن عدد المرات ما تفرقش. تعالوا ندرس الحته دي ودرسناها عشان هنطلع منها بنتائج قويه جدا. نمره واحد هنقيس الريت اوف بامبنج كهارت ريت، بنبتدي من الصفر لغايه ال 240 في اكسبيرمنتال كونديشن في معمل. نجيب انيمال نحطه نشوف الكارديو اوتبوت بتاعه كام ونروح مغيرين الهارت ريت بتاعه، نقيس مره عند 0 عند 20 كده لغايه 240 ونشوف عند الهارت ريت في المختلف دول وات اباوت ذا كاردياك اوت بوت ان ليترز بير مينت. واضح؟ ركزوا معايا في التجربه دي. هنعمل التجربه دي وهنلاحظ الاتي. هنلاحظ ان عند حوالي 60 70 لغايه حوالي 160 170
الكلام ده يشبه حاجه زي البلاتو اللي سمعت عنها قبل كده، يعني لما تلاقوا حاجه الفرق بينها صغير لكن كونستنت نسميها بلاتو، وكما لو ان مفيش تغيير. يبقى اذا من التجربه دي، من التجربه دي نستنتج انه في الهارت ريت من 70 60 70 الى حوالي 160 170 الكارديك اوتبوت از اباوت 5 بيت، ما بيتغيرش كتير. دي اول استنتاج من التجربه، لسه الاول هنفهم ازاي، بس اول استنتاج دي ملاحظه، دي ملاحظه عايزه فهم وعايزه شرح. لكن لاحظنا انه في الرينج ده اهو من هنا لهنا there is no change in the cardiac output and it is nearly normal زي الظروف العاديه لانها حوالي 5 لتر. صح الكلام ده بالتجربه، لا رسمه ولا توقع ولا حاجه، ده بالتجربه المعمليه في المعمل. عندنا السايكل، طب واحنا يعني في الرينج ده وفي النفس، طب ايه اللي يمنع لو نقصنا الهارت ريت عن كده وزودنا الهارت ريت عن كده؟ ويعني بص بقى معايا للتجربه وركز، لو نقصنا الهارت ريت لا كل ما نقص الهارت ريت تحت ال 60 تنزل لغايه ما توصل للصفر، يبقى منطقي مش كده ولا ايه؟ واحد يقول لي طب هنا نقص هنا ثابت، يبقى هنا توقع نعمل ايه؟ يزيد. بص المفاجاه ان لما يزيد فوق ال 170 كل مدى يقل، يعني الرينج اللي فيه هو اللي مظبوط ما بين 60 حاجه و 60 70 لغايه 170، ده الرينج اللي فيه. بعمل ايه؟ الانيمال ناجي ثابت ما بيتحركش، بغير الهارت ريت بس. يعني بعمل ايه التجربه؟ الانيمال نايم الهارت بتاعه مش شغال من عنده لا بالاس انوت، بديله عدد من بره 60 وقيس 70 وقيس 80 وقيس 100 وقيس كاردياك اوتبوت في كل حاله اندر اكسبيرمنتال كونديشن. واضح يا شباب الاول؟ طيب دي ممكن تتفهم، ما هو ما دام بيقل الله. طب لكن هنا ثابت ليه برضه؟ ما هو انت عايز اتخيلها، ليه ثابت؟ المفروض ان في رقم معين اللي هو مثلا عند 80 90 وبعد كده ينقص 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 وكده يبقى يزيد يزيد يزيد، ده التخيل اللي كان منطقي للي مش فاهم، لكن احنا عارفين انه باذن الله تعليم. بصوا ركزوا معايا في الرسمه اللي جايه دي بتشرحها بالارقام. في الحته الثابته دي، في الحته الثابته دي لما بيكون الهارت ريت 72 بيكون اللي بيبمب في المره 70 اباوت 5 لتر، ده الكلام احنا عارفينه من الاول صح؟ مش جديد. لو انا زودت الهارت ريت بقى خليته 110 يبقى اللي بيبمب المره الواحده 40 ويطلع 40 في 110 حوالي 5 لتر. لو زودت يبقى 170 في 30 حوالي 5 لتر. زودت 170 في 30 حوالي 5 لتر، يبقى كل الظروف دي كانت لغايه كده ثابت. انا اتخيلها في الاول ليه ثابت كده؟ بص خدوا بالكم معايا دلوقتي، الهارت بيبمب بيبمب اللي جاري مش كده ولا ايه؟ بيجي له بلاد بيزقه مش كده؟ يبقى بيستريح شويه قبل ما يجي. طب لما يكون بيدق اسرع بيبيت اسرع، هل هو مستريح لنفس القبل الاول؟ الفتره اللي بيملى فيها اقصر، فما دام بيملى في مده اقصر يبقى هيملى كميه اقل. واضح؟ عشان انا مثبت البودي ما غيرتش ظروف اخرى، انا غيرت حاجه واحده وهي الهارت ريت. واضح؟ فتخيلنا فهمنا القصه، يبقى هنا ده كده بيملى كده، هنا زاد العدد لكن المنو اقل، زاد العدد لكن المنو اقل، وفي جميع هذه الاحوال تقريبا كوم. بس احنا جبناها بالارقام لان مش هنجيب 100 مثلا، فبتجيب ثلاث امثله ها في اللو رينج والنورمال والوسط والعالي، يطلع تقريبا اباوت 5 لتر. ماشي الكلام ده؟ واحد يقول لي انت بتتكلم على ظروف معمليه، اقول لك انا عارف انها ظروف معمليه، لكن ده بيحصل في حياتك في اوقات معينه. لو انت قاعد كده ده بيحصل بعض الحاجات، تبتدي تفتكر حاجه ضايقتك، مش ممكن تلاقي فجاه قلبك دق بسرعه؟ انت قاعد ما اتغيرتش، يبقى الفينا سيستم هو هو مش كده؟ كارديك اوتبوت في الحل الجديد هو هو، ما اتغيرش. بيحصل، ما بيحصلش، مش بس في الحياه واكسبيرمنتال، والاثنين لهم علاقه ببعض. البلاد اللي جاي من التيشن،
الهارت بقى سريع فما بيلحقش يملى فيبقى كميه البلاد الهارت المحصله زاد العدد لكن نقص الحجم اللي بيطلع كل مره في المحصله بيطلع هي هي اباوت 5 مل. تعالوا نشوف بقى بالارقام تاني لما نلعب عند رينج الثاني لما يكون بقى 60 الريت تلاقي ده اللور ليفل اللور رينج لكن لو وطناه عن كده بقى او عليناه عن كده تبقى لما نخلي الهارت ريت 40 نزل بقى تحت 60 بكتير تبص تلاقيه بيملى 100 تقول لي طب ليه ما يملاش 110 ما يملاش 120 هقول لك لا اصل الفنتج بيملى الحجم معين الفنتج مش بيملى براحته وكمان في الوقت اللي مطلوب فيه انه مستريح يبقى البلاد جاي له يملى على قد ما يملى في الوقت ده ولو فضل مستني مش هيملى اكتر الباقي هيستنى في الفتره دي مش هيخش جوه الهارت فبالتالي مش هيجيب بالعكس في الحاله اللي زي دي هينقص لان 40 وملى على الاخر اهو 100 ملى على الاخر 100 الحاله دي صعبه ولو وطيت اكتر يبقى 20 في 100 ب 2 لتر ولو نزلتها بقى واضح لو نزلتها صفر هيملى ايه اكتر من ال 100 هي هو لو تلاحظوا انه هنا ملى 100 وهنا ملى 100 يعني اقصى قدر لان هو اصلا في 50 وفرق وملى فوقيهم 100 صح هو 50 ملى فوقيهم 100 هو مش هيقدر يملى اكتر من 150 حجمه الاقصى 150 يبقى هيملى الباقي فين؟ هيستنى في السيركيليشن مش هيخش يبقى ما دام اتركن يبقى ما بيلفش ما دام ما بيلفش يبقى اللي بيلف واضح انه مركون مش جاي واضح يا شباب وده نفس الكلام في العكس بقى في الزياده لما تكون الزياده بقى الهارت ريت يزيد قوي يبقى في الحاله دي ما بيلحقش البلاك جاي بس ده قفل قبل ما ينزل على الاخر فبيبلى اقل صح بيبقى يفضل نفس الكلام لها 4 لتر 220 يبقى يقل اكتر ويقل واضح كانت 5 نقصت 4 نقصت 2 لما نقصت الهارت ريت ونقصت برضه 4 ثم 3 ثم كل ما يقل ويزيد الهارت ريت في الحالتين سواء يزيد او يقل سواء يزيد الهارت ريت او سواء يقل الهارت ريت the cardiac output decreases واضح يا شباب واحد يقول لي كلام جميل كلام علمي في منتهى هذا الهارت ريت لازم يزيدش على الحدود دي عشان الكارديك اوتبوت وحسب الكلام ده الكارديك اوتبوت هو هو ثابت امال احنا اللي بنقول من قيمه شويه during exercise و pregnancy يبقى 10 لتر و 15 لتر و 20 لتر ازاي؟ اشرح لي بيحصل ايه؟ هقول لك في فرق بقى خدوا بالكم معايا من الحته اللي جايه انا لما عملت التجربه دي كنت بعمل التجربه دي وبعملها على الانسان في ايه؟ في وضع واحد وهو قاعد راسي او الانيمال وهو على ترابيزه العمليات وبعمل عليه التجربه يعني كل الظروف ثابته اللي بيتغير هو هارت ريت بس هو اللي بيتغير لكن البلاد اللي جاي والبلاد ثابت يبقى الفينا ستيرن كونستنت البلاد اللي جاي للهارت هو اللي ثابت اللي متغير هو الهارت ريت فقط لكن انت لما بتيجي تجري العدد بيزيد والبلاد اللي جاي من التيشوز نتيجه الحركه البلاد اللي جاي من التيشوز ما بيبقاش 5 لتر بيبقى 7 لتر 8 لتر 10 لتر واحد يقول لي هو البلاد 5 ايوه اصله بيلف اسرع فكانه اللي بيوصل في الدقيقه بدل 5 لتر بقوا 6 لتر بقوا 7 لتر بقوا 8 لتر يبقى ساعتها عدد زياده مع كميه بلاد جاي زياده هو ده اللي بيزود الكاردياك اوتبوت ديورينج اكزرسايز لان الفينس ريتيرن ديورينج اكزرسايز اند ديورينج بريجنسي از نوت ذا سيم اتز انكريس لكن التجربه دي بنستنتج انه لو انت بتتكلم على الهارت ريت لوحده ما تنساش انك لو مثبت فينس ريتيرن ولا مغير فينس ريتيرن واضح عشان دي كثيرة من الأحيان تبقى معضلة في دماغ الناس وتبقى معضلة في الأسئلة تيجي في السؤال هو كان يجي يقول لك explain واحد تسمع على كلمة explain دي بس ده ما ينفعش غير في الايه في الامتحانات اللي بيتكتب فيها اسم لما تعبوا شوية بعد ما تبقوا تاخدوا بقى تخشوا في الدكتوراه والماجستير وغيره وتبتدوا تكتبوا كلام يبقى التعبير ساعتها بيفرق مش كده؟ لازم تعرف تجاوبها ازاي تكتبها ازاي تحلها ازاي الاسئله explain وده بقى اكسبلين ليه هنا وليه هنا وهنا الاكسبلينيشن ان كانت هنا ديجيتال بس فيها شرط واحد انها فينا ريتيرن كونستنت مش كده لكن احنا في الحياه مش دايما فينا ريتيرن كونستنت انت وانت قاعد ما بتعملش حاجه فلما الهارت ريت يتغير مش هيفرق صح لكن لما اكون بتجري الهارت
العقلية بتاعها تزيد والفينة السيستوري بتاعها تزيد. فبالتالي بقى كاريا فاكول سيضايان اللوجيكالي 100% you must expect that. وإلا يبقى احنا عايشين طول عمرنا بخمسة، واللي كنا بنقوله من قيمة شوية ان during pregnancy يبقى 7 و10 يبقى كلام تحريف، وبن during embryostyle 15 و20 يبقى كلام غير منطقي. بنجيب منين؟ بنجيب بلاد من بره، هو هو نفس البلاد بس لأنه بيجري أسرع وكميات أكثر، فالعدد مع السرعة بيخلي الهارت يتقيم له 120 مرة وكل مرة 120 سنتي. تمام؟ يبقى دي في دي تطلع 24 مليون. وبيبقى ساعتها هنشرح، واحد تقول لي أنت بتقول ده ما بتقدرش تملى أكثر من 100، هشرح لك بعد شوية إزاي يقدر يملى 120، بس فهمنا إن إحنا فهمنا أول فكرة إنه بيملى كمية أكبر مع الإجرسال وعدد أكثر مع الإجرسال، فبيكون محصلة الاثنين نتيجة جديدة اللي هي زيادة الكاريزما. خلص الباور بوينت الأولاني، وده النقطة أقول لكم المرة اللي فاتت تحضروا لها، لأن عندي فرجة البرفورمانس بتاعت النهاردة، أيوة هي اللي هي اللي مش السلايد دي لوحدها، وإنما كل الباور بوينت اللي شرحتها لكم. فاكرين الرسمة دي؟ أنا قلتها من المرة اللي فاتت، فراجعها بسرعة، إن كلنا عارفين الكلام ده، مش كده؟ وإن ده الستروك فوليوم والكلام ده، وإن دي بنسميها دلاتر فنتريكولار بريشر فوليوم لوب، أو بريشر فوليوم أو فوليوم بريشر لوب، أو كيرف، في ناس يسموها كيرف، أنا بفضل أسميها لوب لأنها بتلف، بتتكرر، ودايماً كتير لما كانوا بيقولوا إنها لوب وبتتكرر بيتخيلوا إنها زي ما إحنا كنا لسه قايلين من شوية إنها بما إنها بتلف ونقطة عاملة زي الدايرة الذميمة، ها؟ فيش سيركل ثابتة مش كده ولا إيه؟ بما إنها دايرة هو الدايرة تبقى إيه؟ الدايرة بتكبر وبتضغط، نتخيلها على إنها ثابتة مش كده ولا إيه؟ تعالوا نشوف الكلام ده، هل في ثبات لهذه الدايرة؟ هذه اللوب ولا لا؟ تعالوا نشوف التصرف العادي. انا خدت الصوره اللي فاتت بدل ما عملتها بالاحمر جبتها بالاسود، لكن هي اخت اللي فاتت بالظبط نقلتها بالاسود عشان هرسمها تحت صفين مختلفين واشوف ايه اللي جاي. ركزوا معايا في الحته اللي جايه. نفرض ان انا جيت دلوقتي خليت الهارت، مش الهارت فاكرين لما قلت من دي شويه بيملى من 50 ل 120 يعني بيملى 70 صح؟ نفرض جت ظروف معينه حسب الكلام اللي انا عملته ده اهو، بدل ملى من 50 ل 120 بلى ملا من 50 ل 130، مش ده بيحصل؟ مش احنا لسه قايلين ان الديورنج اكزرسايز البلاد اللي جاي اكتر فالفيزيت بيز اكتر، فملا اكتر في الحاله اللي زي دي يبقى مطلوب منه انه يرفع البريشر لنفس البريشر بتاع الاورطه ويفضي في الاخر عند نفس البريشر وتنزل وتتلف في الدايره ويرجع تاني للاصل. واضح ان اللوب كبر الدايره كبر. ايه اللي كبر؟ هو الهارت بيتكلم من دماغه ولا انا سبت اوردر ولا ايه بالظبط؟ ابدا ابدا، ده ربنا اللي خالق هذا القلب وخالق فيه وظيفه ان لما يجي له بلاد اكتر يشتغل اكتر. الموظف اللي قاعد ده مش بيقول لك انا باخد مرتب قد ايه فيجي لي 10 دوسيهات النهارده عليها، يجي له 10 يعملهم، يجي له 20 يعملهم، دي وظيفته. هو كده هو الحق كده، ربنا خالقه على ان يجي له 50 وفوقهم 70 بقى 120 يدقهم، يجي له اصلا 50 يبقوا 80 اللي جوله بقى 130 برضه يدقوا برضه يفهموا. فاكرين الكلام ده شبهه فين؟ في السكليت الماسل. السكليت الماسل وهي قاعده كده تديها اوردر في الكونتراكت، لكن لو طولتها شويه قبل ما تدي الاوردر اللي بيسموها انيشال لاند تدي كونتراكشن اقوى. هنا في الكارديك ماسل اوضح واكتشفت بمعنى اجمل. بصوا كده بتبقى انكريز فيلينج صح؟ بما انه انكريز فيلينج يبقى الايه؟ الساركومير اتشدت اطول شويه لبره مش كده؟ زي الكلام اللي خدتوه في السكليت الماسل، ما دام الساركومير اتشدت بره شويه لغايه قرب 2.4 بقت 2.1 2.3، لكن لسه ما وصلتش 2.4 يبقى الكونتراكت تحت. صح الكلام ده انتوا واخدينه قبل كده. يبقى اسمها انكريزد فيلينج وبنسميها انكريزد بري لود. الموظف ده حملت عليه قبل ما يشتغل قول له هتشتغل دول. ريلود. تمام؟ يبقى التعبيرات العلميه بتاعت بعد كده لما نيجي نتكلم ان الهارت جاله شغل اكتر ولازم يعمله بنسميها increased preload. طب نفرض ان هو نام، هل البلاد بيرجع نفس الكميه؟ اقل، يبقى بيملى من ال 50 بدل ال 120 يملى لل 100 بس.
على قده. هو يقول لك ماليش دعوه انا علي 10، لا ممكن جالك اقل اعملهم اقل خلاص. اللي جالك انت موظف بتشتغل، فالهارت هو الموظف اللي عندنا هنا شغال، وربنا خلقه ينفذ اللي بيجي له يطمط. فاكرين انا قلت لكم كل ما يجي له يطمط اهو، يجي له 5 يبقى الطمط 5، وبرده اللي يطمط مره في المره 70 سنتي يبقى يطمط 70. طب جاله 60 يقول اجيب منين ال 70؟ جاله 60 يطمط 60، جاله 80 هيطمط 80. واضح يا شباب؟ فهو ده يبقى ديكريز، وفي الحاله دي بما انه ديكريز يبقى هيخرب ويعمل نفس الكلام، وتبقى ديكريز فيلينج واسمه ديكريز بريلو، الحمل اللي عليه قل. صح، اللي اكتشف الكلام ده وعمل عليه مش اللوب بقى، اللوب دي بقى شرحت رقما وعلميا اللي لقيها الراجل اللي اسمه ستارك. راجل ستارك اللي اكتشف، لكن ده التعليل العلمي بتاعه ايه اللي عصر وايه اللي قال، واللوب هي بالشكل ده تبقى اصغر وتبقى اكبر according to the stretch of the microcosm. ربنا خلقه كده تشده اكتر يبامب اكتر، تشده اكتر يبامب اكتر. بس الكلمه اللي لازم نعرفها مش لا نهائي وذن لنهائي، يعني يملى لغايه حدود معينه، لغايه حدود معينه من 50 ل 120. لو 130 يبقى ينفع، ل 140 يبقى ينفع، لغايه 150 يبقى ينفع. عارفين 150 يعني كام؟ يعني زاد 100، لانه كان اصلا في 50 فزاد 100، مش ده الرقم اللي احنا حطيناه ابر ليميت 100؟ لغايه 100 ما يقدرش يملى 110 لاكثر من سبب. نمره واحد هو ليه فعلا فبيملاه، نمره اثنين ليه بريكارديوم، والبريكارديوم ده فايبر ستيشو مش لعبه. البريكارديوم ده صحيح ان هو فايبر ستيشو وبينه وبين الهارت فيه فلويد عشان يسهل الحركه، زي ما مكتوب عندكم وسالتوني وات از فريكشن، وده الكلام ده معروف انه الهارت ربنا خلقه جوه البريكارديوم عشان البريكارديوم يبقى الهارت وهو بيتحرك ما بيتحركش مع اللنج، بيحك بينه وبين الايه؟ البريكارديوم، ما يحكش في اللنج ويسخنها لان الاحتكاك كتير ده يسخن. فربنا خلق لنا فلويد بين الاثنين ويتحرك، والفايبر ستيشو ده ليه حجم، فبالتالي بيقول له ما تملاش اكتر من كده، هو ده حجمه، هو ده الصندوق بتاعه ما يزيدش عنه. واضح؟ وايه تاني؟ وربنا خلق لنا انه المايوكارديوم لو زاد طول الفايبرز عن كده ما يعملش كونتراكشن احسن. الكلام ده كتبوه في الاسكليت المصري. مش كده؟ يبقى ستارلينج لو هو اللي شرح لنا الكلام ده، بس على الكيرف هو انكريز فيلينج وديكريز فيلينج. انكريز بريلو وديكريز بريلو. واضح؟ فدي الالفاظ العلميه اللي تقابل ستارلينج. طيب تعالى. دايما تلاحظوا ان اللوب دي ثابته بدليل انه الخط ده هو هو سواء في الاحمر او الازرق او الاسود، والثلاثه النقطه دي ثابته على نفس الكيرف في نفس الكونديشن التجريبيه لانها ثابته. طيب تعالوا ناخد ظروف اخرى ونشوف هل الكيرف ده برضه يشرح ظروف اخرى. ركزوا معايا في الحته اللي جايه، هو الهارد فقط، الهارد فقط بيجي له بلاد مش بيزق بلاد. طب ما هو ممكن زي ما البلاد بيتغير بيزق بلاد في الاورطه، ممكن الاورطه لظروف او اخرى يحصل فيها كونستريكشن، او الفيسلز يحصل فيها كونستريكشن، او مرض معين يخلي الفيسلز دي كونستريكت تحت ظروف مرضيه معينه. فاكرين لما كلمتكم على الاندوثيليوم وقلت لكم ان الاندوثيليوم في بعض الحالات بيعمل فازو كونستريكتور ضخم، يبقى الشخص العادي عنده الفيسلز كونستريكتد بقدر معين، هو عنده الاندوثيليوم بيدي كميات فازو كونستريكتور سبستنسز اكتر، فبتخلي الفيسلز بتاعته كونستريكتد اكتر عن الطبيعي. يبقى هل الطبيعي زي الشخص الجديد اللي عنده فازو كونستريكشن؟ طب تعالوا ندرس ماذا يحدث لو الارض تعرض الى ان البريشر اللي في الارتيريال سايد الاورطة لغايه الارتريول اللي هي الحته اللي فيها كونستريكشن، لان الكابيلاريز دول انابيب فاضيه ما فيهاش لا سموز ماسل في الوول بتاعها ولا حاجه، وبتفتح وتقفل وعددها قليل اللي مفتوحه ما بتاثرش، اللي بيأثر في البلاد بريشر اللي هو ارتيريال بلاد بريشر من الاورطه للارتريول. فمن الاورطه للارتريول في الوول في زي ما في الاستيك تيشو في سموز ماسل، السموز ماسل دي في وقت معين ممكن تبقى يجي لها اوردر بالكونتراكشن، يبقى البلاد اللي مزلوق في الارتيريال سيستم ايه؟ عالي. او لو جالها اوردر بريلاكسيشن يبقى البلاد اللي في الارتيريال سيستم واقف، مش كده ولا ايه؟ حسب الكلام اللي احنا متخيلينه.
تعالوا نشوف بقى دلوقتي لو الهارت ده هو اللي شغال والكيرف بتاعه والديزاين وغيره تعرض الى ظروف انه البلاد بريشر هو اللي غلط مش البلاد اللي جاي. الهارت بيجيله وبيشتغل عشان يزق البلاد في الاورطه في مقاومه الاورطه في بريشر بيزق بعدين مش كده ولا ايه؟ مش بيزق عشان يفتح الاورطه فالف عشان يزق البلاد فيه. يبقى السكه مش مفتوحه دي مقفوله لغايه ما تتفتح هو بيضغط عشان يعني فكل ما يكون الحته دي فيها بريشر عالي بيضغط اكتر عشان يزق. شوفوا بقى اللي بيحصل لو حصل انه الاورتيك بريشر زاد يحصل ايه؟ في الاورتيك بريشر زاد تبص تلاقي هو مليان نفس الحجم ولا لا؟ البلاد اللي جاي له هو انما المشكله اللي بتقابله فين؟ في الخروج مش في الدخول. الدخول يعني بلاد هو البلاد جاي له هو هو لكن بيقاومه بره بيقاوم الناحيه الثانيه فوجدوا انه بما انه بيقاومه يبقى بيصل بمعنى اخر بيضطر يبمب كان الاول 80 عاوز يعليه لغايه 120 دلوقتي بقى 90 وعاوز يعليه صح مش كده ولا ايه؟ 90 وعاوز يعليه مش كده ولا ايه؟ فاذا وهو بيزقه يبقى بيضطر يقعد مده اطول بيكونتراكت في الايزوفوليومتريك ولما يبمب بيبمب ويبقى في الحاله اللي زي دي مش هيقدر يبمب نفس الكميه البلاد اللي جاله قد كده كان بيزق اجينست بريشر معين لما يجيله نفس الكميه لكن البريشر اكتر ما يقدرش يزق نفس الكميه يزق كميه اقل ولذلك زي ما انتم شايفين كده اضطر يبمب اقوى لكن لو تحسب كميه الستروك فوليوم مش من هنا لهنا ستروك فوليوم حفظها لكم المره اللي فاتت وفهمها لكم بالكيرف هل ده الستروك فوليوم ده زي النورمال؟ اقل يبقى كل اللي عمله الهارت انه رفع البريشر رفع البريشر لانه ملاقي بريشر عالي ما هو لازم يزقه في الاورطه ما هيوديه فين؟ ما هو لازم يزقه في الاورطه يبقى لازم يرفعه للبريشر في الاورطه عشان لما يروح الاورطه يروح للتيشو ولما يروح للتيشو ما بيقدرش يزق نفس الفوليوم. الاول كان الهارت بيضغط عشان يرفع البريشر وبعدين يزق البلاد دلوقتي بيعمل مجهودين بيرفع الاول لغايه البريشر فبيعمل مجهود جزء من ده والباقي بيزق بيه إذا مجهوده واحد ثابت أنا مثبت حالته واضح اللي بيجيله هو هو والهارت ماسل هي هي هيبمب زيادة منين؟ هناك كان في حاجة شدته فزيادة هنا هيشد منين؟ هو أنا شديت الفايبرز عشان تكونتراكت أحسن؟ لا ده نفس الفايبر يبقى هيكونتراكت منين؟ واضح هيجيب منين زيادة في الباور؟ فين الحاجة اللي تخلي الماسل تكونتراكت أقل؟ مفيش هنا فبالتالي هيكونتراكت بنفس القوه السابقه فمش هيقدر يبمب غير كميه اقل لكن اجينست هاير بريشر دي بنسميها انكريز او بريشر او اسم ثاني انكريز افتر لود يعني الموظف معرض لضغوط مش ان اللي قبليه بيقول له اشتغل لا اللي بعديه بيقاومه اللي بعديه بيقاومه يقول له انا فضيلك انت هتجيب لي كل اللي يجي لك تبعته لي اصبر عليا شويه اصبر عليا شويه ايه؟ واضح؟ فهيبمب اقل اصبر عليا شويه يبقى بدل ما يجي له 10 يودي 10 هيعمل 9 وال 10 مش هيقدر يوديه. صح؟ مش كده ولا ايه؟ فالبلاد اللي بيتركن هنا اهو باد سكيو سايكل يعني ايه؟ يعني نفرض ان البلاد بريشر ركز معايا في الحته اللي جايه دي نفرض ان انا دلوقتي بالصوت لشخص ما البلاد بريشر دلوقتي علي لسبب او لاخر وهذا البلاد اللي علي لسبب او لاخر هذا البلاد اللي علي لسبب او اخر علي دلوقتي يبقى الهارت دلوقتي هيبمب كام؟ دول 70 زي الاول ولا بمب مثلا 60؟ تمام؟ يبقى المرة الجاية جاي لي كام؟ جاي لي 70 فوق ال 10 اللي مركونين بقوا 80 يبقى في السايكل الجاية يبقى البمب 80 فبياخد الضغطة دي واحدة أو اثنين سايكل كده عمال ما يظبط نفسه بحيث انه يرجع الكارديك اوتبوت هو هو لكن بيلاقي مجهود اكتر في البامب بيعمل مجهود. الحته دي اشرحها في اول المحاضره الجايه تاني ومعاها السلايد الجاي ده والله السلايد الجاي ده خد مني نص يوم لوحده الشهر تركزوا فعايزكم تركزوا فيه تبصوا فيه لكن يعني ايه تهتموا بالسلايد قوي وتهتموا بالجزء الحالي جدا لانه مطلوب منكم ان انتوا